تقدم شكر العالي على الشركات اللي قدروا جو يتعاونوا في هذا المشاكل هنا الفيضان، منهم في سولفيت تشاد، سيجيكوك، سودي، سوجيا ساتوم، اندا اباب الخير، واراب كونتراكتور تشاد. يعني الشركات دي قدموا لنا الوطاير، البن، البلتوز، الكاتربيلار، على مكان يكون فوق الكان فوق الفيضان، يعني يقدروا يخدموا ويلقوا الطريق للعلمي عن المطر ده يمرق برا. ثم ثانيا ندور نقول بس للأخوان والأخوات، يعني القدرة دي كلها حابين يسووها لأن للشعب يكون مرتاح، الشعب كله قص يفكر، لأن من وراء الفيضان في الأمراض، وهذا الأمراض يعني من فعلنا عنينا. واحد تشيل الوسخ تعرفه وين تقطه، واحد تشيل الوسخ تعرفه وين تدفقه، ده كله يعني من خدمتنا عنينا نسوها. بقدر شوية بحافظ على المواطنين. في أراب كونتراكتور قدمت 50 مليون في الكيس هنا الكوميتي، وهذا اللي خلانا لهم قدرنا نعاونوا بهم الميري هنا الكومون، الميري سنترال، عشان تقدم خدمتها. يعني الخدمة مستمرة، في شركات أخرى ولا في ناس آخرين بقدروا بعاونوا الحكومة، بعاونوا الكوميتي، يعني أننا مستمرين على نخدم معهم، وإن شاء الله نشوف شنو الببكة.